مساء الخير زياد، مساء الخير ست ليلى، كيف حالك؟ الحمد لله. سوري عذبتك اليوم، بس لا أبدا، مضطرة اني اطلع افسر شغلي للناس ضروري يلي بيسمعوني واللي بحبهم كتير، فلازم نبههم من اشياء كتيرة عم بتصير عند ليلى عبد اللطيف، يلي هو انه في ناس زياد عم تتداول فيديوهات، وهالفيديوهات كلها مركبة تركيب، وفي اشياء مركبة واشياء مقطعة، يعني بيجيبوا الفيديو بيقطعوا من اللي بدهم اياه وبيوصلوا الحكي بهالحكي وبيحطوه. ف بدي اقول لهم انه اكيد في فيديوهات كتير غلط عم تطلع عن 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 اسم ليلى عبد اللطيف ومركبين، طبعا كذب خصوصا يعني. خصوصا في فيديو عم بيتداول هلا زياد، نعم، اللي هو اللي قال انا شيء بده يصير برمضان، وعم يحكوا انه على الاعياد وما في اعياد، فهذا اكيد مش مزبوط، مركب مركبينه، وما بعرف هلا هذا الذكاء الاصطناعي اللي عم بيعملوه في اشياء مركبه غلط، فبليز انتبهوا. انا فيديوهاتي موثقه كلها عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب، وحتى على الانستغرام وتويتر زياد والتيك توك، العلامة الزرقاء موثقة هي اللي بتكون مزبوطة. أما هي كلها طبعا حقد ولا يضربوا اسم ليلى عبد اللطيف، فمهما عملتوا ما رح تقدروا لا تضربوا الاسم اللي أنا عملته من 25 سنة لليوم. وفي شغلة تانية كمان هي زياد، انه انا دايما بقول لهم للمرة المليون في صفحات فيك ابراج باسمي، انا ما بؤمن بالابراج ولا بالترو ولا بالكف ولا بالفنجان ولا بتفسير احلام، هيدا من ما مش شغلتي انا، مع احترامي لكل الناس اللي بيشوفوا بيتعاطوا هالاشياء، لكن انا مش شغلتي ابدا، بريئة منهم هدول الأبراج والترو والكف والفنجان، أنا ماني منهم. يلي عندي هو نعمة ربانية اللي هو إلهام لأكثر ولا أقل. وفي ناس زياد كمان بدي أقول لك إنه عم بفوتوا على يعني بيقولوا أشياء عن لساني مش مزبوطة، وغير هيك كل يلي بده يجيب ريتنج او نسبة مشاهدة عم بيجيب اسمي، اسم ليلى عبد اللطيف، بقصص غلط، بقصص تافهة، بقصص فيها جهل، بقصص هن رح يتحاسبوا، وكل ما عم بيجيبوا سيرتي، يعني هلا كل بكل العالم الناس الكبار مع احترامي لهم اللي بيتوقعوا، ما حدا عم بيجيب سيرتهم ولا حدا عم يفتح سيرتهم الا اسم ليلى عبد اللطيف. ففي مواضيع عم بيجيبوها زياد، انه مثلا هلا عرفنا كيف بتعرف، او هلا عرفنا شو عملت، او هلا عرفنا من وين جابت الاخ، هيدا كله بس لحتى يجيبوا نسبه مشاهده. انا عمري بالتوقعات من لما كان عمري 12 سنه لليوم، وإلي من ال 95، وين كنتوا من ال 95 لليوم؟ الفيديوهات اللي عندي بتعطي دليل قاطع انه انا كنت مع الناس قبل ما اكون احكي عن السياسه واطلع على التلفزيونات، كنت بالقبل مع الناس، وانا نجحت من وراء الناس مش بس من وراء توقعاتي. ست ليلى، في سؤال كمان دائما بينطرح، انه ست ليلى بتشوف للاشخاص العاديين اكيد ولا فقط للرؤساء؟ حبيبي زياد، انا ابتديت مع الاشخاص العاديين، يلي ما كان في وقتها تليفون، كانت الناس تبعت رسائل عبر التلفزيون ثلاث اشهر عبر قناة الام تي في، وفيهم يفوتوا يشوفوا الفيديو نحن حاطينه على اليوتيوب. صح. بال 95 كيف كان شكله وكيف كانت الناس تبعت رسائل، ما كان في تليفون مع الاعلامي غازي فوغالي، يلي كان وبعدك لليوم، وبعدني لليوم، بس ثلاث اشهر الرسائل اللي كانت تبعتهم الناس، واحكي يعني ما حدا طلع قال انه قالت شيء غلط ليلى. انا كنت مع الناس، كنت مع بعض الفنانين، كنت بالمجلات، كنت بالجرايد يكتبوا، ما كان في قبل تليفونات زياد. انا مع بعدني هلا اكيد مع الناس، وانا كان عندي مكتب ببيروت، كانت تجي الناس من برا لبنان
كانوا يجوا لعندي على المكتب. هلا صار في تليفونات، صار في فيديوهات، صار في اخذ وقعتي مع العالم، حتى لو باخر الدنيا من الارجنتين بيحكوني، من استراليا، من افريقيا، عبر تليفون الفيديو كول ليتاكدوا اول شيء هي انا، وليتاكدوا انه مع مين عم بيحكوا، من حقهم اكيد. وانا بتمنى كل شخص بده يحكي معي يحكي فيديو ليتاكد هي انا، لانه في كثير ناس عم انتبهوا عم تدعي بشخصية ليلى عبد اللطيف، انتبهوا ما تفوتوا بهالغلط هيدا، او لانه ماني مسؤولة انا. اذا ما رقم استاذ زياد الشامي يلي هو 00961705467777، هيدا رقمك الشخصي استاذ زياد مدير مكتبي، ويفوتوا يسمعوا صوتي او يشوفوني صوت وصوره. فانتبهوا للاحتيال، انتبهوا لانتحال شخصيه ليلى عبد اللطيف، فانا كمان ماني مسؤوله عن هالشيء. اذا ما اتصلتوا على الرقم اللي اعطيتكم اياه، رقم استاذ زياد، اتصلتوا معه او سمعتوا صوتي لما كنت تحكوا معي، تاخذوا الموعد وتحكوا معي شخصيا. أنا بدي أوعدكم إنه كمان في زياد في خدمة جديدة عم نعملها، حتفاجئكم، اللي هي لتطبيق أبليكيشن تانية للناس، رح نقلكم عنها أبليكيشن جديدة زياد، أو خدمة جديدة ضمن هالأبليكيشن، أو خدمة جديدة ضمن هالأبليكيشن، أبليكيشن ليلى عبد اللطيف. نعم. وفي كمان رح نوعدكم انه من بعد شهر رمضان المبارك الناس حتعيد باذن الله بشهر رمضان المبارك، وعمره وفي حاج وفي عمره باذن الله، اللي عم يتداول لانه انا قلت ما في عمره وما في حاج، طبعا هيدا الموقع فيك وكذب وادعاء وافتراء. وكمان اخبار، مثلا بيحطوا اخبار عن سوريا باسمي، هذا فيك ومش مزبوط. المواقع، بعد المواقع، بعدين زياد اللي لفت لي نظري بيحطوا انه ليلى عبد اللطيف تنقول على الصورة انه لنفترض انه مصر، انه انا قايلة انه مصر رح يصير فيها كذا كذا، مش مزبوط. بتفوت على الفيديو بيطلع الحديث غير شيء. فأي موقع، وانا مسؤولة عن كلامي، اي موقع بفوت بحط اشياء فيك عني، والله العظيم واقسم والله حسكر الموقع مين ما كان يكون، حسكر الموقع. اوكي اوكي. هاي اول شغلة، لانه هن اللي عمالي يضيعوا الناس، وهن اللي عمالي يضيعوا الناس بالتوقعات اللي انا عم بقولها، لا يضروني. ف الله معي، ما في حدا يقدر يضر ليلى عبد اللطيف ما دام الله معي، عرفت؟ عظيم. هيدي انا حبيت بس فسرها، لانه روح اشتغلوا بحالكم، التهوا بحالكم ببيتكم، عيب عليكم ما تلتهوا بشيء ما خصكم فيه وشيء ما لكم فيه. كل واحد روح يتطلع على حاله قبل ما يجيب سيرة الناس، لأنه من راقب الناس ما تهمت، وأنتوا حتموتوا بهمكم تتعرفوا من وين أنا بحصل توقعاتي. توقعاتي هي من هون بتجي، من إلهامي. أنا ما حدا بيفرض علي شيء، وما حدا بيمليني أكتب شيء، وما حدا بيقول للمرة المليون. بكن تفهموها فهموها، ما بكن تفهموها ما تفهموها. والناس اللي بتحبني أنا بحترمها كتير وبقدرها كتير، وأنا معكم، وأنا من الناس أصلاً. بس ما في حدا كامل إلا ربنا. أنا توقعاتي دايماً بقول قد يصيب وقد يخيب، وبس 80% من توقعاتي عم بتصيب، وهيدا اللي غايزكم. شكراً، ومنشوفكم بوعدكم بعد رمضان بحلقة جديدة من توقعات ليلى عبد اللطيف. شكراً.